هو في الحقيقة أنا غير بالصدفة قريت هذاك الخبر، ولكن أنا ما صدقتش، لأن كيف عارف بزاف ديال الأخبار كتجي على الناس الممثلين ولكن أغلبية ما كتكون صحيحة، لأني ما صدقت. ولكن لحد الآن أنا باقي ما اتصلتش بها، لأن هي صديقة ديالي مقربة بزاف بزاف وكنعرفها بزاف وصديقتي، وأكيد غادي نتصل بها باش نعرف شنو كاين. ولكن اللي بغيت نقول لك هو لا لكان هذاك هو رأيه الشخصي، يحترم عليه رأيه، ما خصناش نبقاو ندخلوا في حياة الإنسان علاش خرج علاش دار رأيه، هو ما خصناش ندخلوا ليه في حياته الشخصية، مادام هو خدا واحد القرار ومقتنع به يعني خصنا نحترمه، ما خصناش نبقاو نبحثوا علاش وكيفاش وعلاش خدا ذاك القرار ولا ما كانش خصو ياخذوه وخصو يدير لا. هو بزاف عاوتاني ممكن نسولك على خدمتك، ممكن نسولك على شي حاجه اللي انا كنعرفها، ولكن باش ندخل لك لحياتك الشخصيه تاني بزاف لا، ما خصناش نديرو هكا. كيف قلت لك انا باقي ما اتصلتش بها، لان هذا قريته يلاه البارح، لا سولتيني لا قريته البارح، كنت كنشوف في الفيس قريته هكا جاتني على غفله، قلت انا يمكن انت كيف كتعرف ان بزاف ديال الاخبار كتنشر ولكن ما كتكونش صحيحه، داكشي علاش قلت انا بلا ما نعيط ربما هذا غير خبر، ملي شفت كنت الممثلين بزاف كيدوي وداكشي اللي راه فعلا قلت نسالي ونتكلم معاه.